السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج تغطية خاصة. مشاهدينا، كنا قد تناولنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج بالأمس القريب معاناة أبناء المهرة جراء إعصار لبان الذي ضرب المحافظة وخلف أضرارا كبيرة، وكانت السلطات المحلية قد أعلنت أن المحافظة مدينة منكوبة داعية المنظمات ودول التحالف إلى المساهمة في إنقاذ إخواننا هناك وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لهم. ونظرا لأهمية هذا الموضوع، حيث ما تزال المعاناة قائمة والمحافظة ما تزال بحاجة ماسة إلى كافة أشكال الدعم، حيث تشهد محافظة المهرة هطول أمطار شديدة لم تشهدها المحافظة منذ عشرات السنين كما يقال، نتج عنها سيول كبيرة مما سبب في سقوط كثير من المنازل وانهيار شبكات الكهرباء والمياه والطرقات وانقطاع شبه كامل للاتصالات عن المحافظة. أدى هذا إلى عزلة تامة بين كل المديريات، مديريات المحافظة، ناهيك عن حجز قرى وبوادي بسكانها، وأن العديد من السكان عالقوا كما شاهدناهم في وسائل التواصل الاجتماعي فوق أسطح المنازل. ونواصل هذه الحلقة مشاهدينا لذات الموضوع، لا سيما بعد تعيين قيادة جديدة للحكومة، ننتظر منها أن تقوم بدور فاعل وكبير في التخفيف من حدة إعصار لبان الذي ضرب السواحل الجنوبية لبلادنا، لا سيما محافظة المهرة كما أسلفت، التي تضررت بشكل كبير جراء هذا الإعصار، وبادرة حقيقة بادرة يشكر عليها رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الذي توجه صباح اليوم الثلاثاء إلى محافظة المهرة في أول مهمة له بعد التعيين. وفي هذه الحلقة سوف نطرح المحاور التالية: ما هو دور الحكومة بقيادتها الجديدة في أول يوم لرئيس الوزراء الجديد وكذلك نائبه؟ ما دور المنظمات الإنسانية والإغاثية وجهودها العاجلة؟ أين الإعلام الرسمي؟ وهل تواجد بشكل فاعل في المناطق المتضررة لنقل الصورة للعالم من أجل سرعة التدخل؟ كل هذه المحاور سوف نناقشها مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد هذا التقرير. لم تكد تفق محافظة المهرة من إعصار موكانو حتى داهمها إعصار لبان الذي تحول إلى عاصفة مدارية من الدرجة الأولى، مصحوبا برياح شديدة تقدر بين 120 إلى 150 كيلومتر في الساعة، ولا يزال مساره غير واضح حتى اللحظة. أدت هذه العاصفة المدارية إلى تشكل سيول كثيفة وفيضانات قوية ضربت المحافظة وتسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، حيث أن عدد من المنازل في منطقة المسيلة غمرتها السيول، وإن 50 أسرة عالقة على أسطح منازلها. الوضع كارثي في المهرة ويفوق إمكانيات السلطة المحلية المتواضعة، هكذا ناشد محافظ المهرة باكريت الحكومة والتحالف العربي إلى تقديم الدعم والإسناد الجوي لإجلاء الأسر العالقة، مشيرا إلى أن مدينة الغيضة مركز المحافظة والعبري ومونغ ومناطق وادي تنهال والمسيلة كارثية. ولفت باكريت إلى أن مديريات المحافظة ما تزال تتعرض لتأثير العاصفة المدارية لبان، وأن السيول تحاصر مدن وقرى المحافظة. ومن هنا نحذر المواطنين والمسافرين عدم التنقل بين المديريات والمجازفة بعبور الأودية المتأثرة بالحالة المدارية لبان. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، شاهدنا هذا التقرير الذي يحكي بعضا من معاناة إخواننا في محافظة المهرة، وينضم معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ جمال بلفقيه المنسق العام للجنة العليا للإغاثة ومستشار وزارة الإدارة المحلية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ جمال، أنتم في اللجنة العليا للإغاثة وأنت كمنسق عام لهذه اللجنة، كيف تتابعون معاناة إخواننا في محافظة المهرة سواء قبل أن تحدث هذه الأزمة أو هذا الإعصار وأثناءها أو فيما بعد حينما يزول إن شاء الله تعالى، وكيف تصف لنا الآثار المترتبة عنها في المهرة حتى الآن؟ طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً نحن باللجنة العليا للإغاثة من الوهلة الأولى قبل حدوث الإعصار واللبان الذي آثاره موجود الآن في محافظة المهرة، وزير الإدارة المحلية بعث برسائل لجميع المنظمات الدولية بالذات منسقة الشؤون الإنسانية ومركز الملك سلمان، وكذا عمل اتصالات مباشرة لجميع المحافظات لتأهب الاستعداد لعملية الأثار التي ترتب من هذا العصار. فكان اللقاء فكان هذه الترتيبات بشكل كبير استفادت منها محافظة سقطرى، وتم إخلاء كثير من المواطنين من المراكز التي تمر عليها هذه السيول، وفعلا تأتي الإعصار، وكان إعصار طبعا ليس بالدرجة الكبيرة، لكن للأسف الشديد في محافظة المهرة لم يتدارك عملية الإعصار، فكان له تأثير كبير جدا في جميع المواطنين. طبعا احنا هذا تقصير متدارك يا استاذ جمال، غرفة عمليات وعملنا فريق عمل مع التخطيط والأمان العام لمجلس الوزراء والمنظمة الدولية لمتابعة الأحداث أول بأول. فطبعا هذه الأثار الموجودة طبعا حوالي التعليمات المعلومات اللي وصلتنا احنا إن السيول قطعت جميع المناطق التي توصل في توصل لها الإغاثة في جميع الاتجاهات، وطبعا أرسلت خلال الشركاء الموجودين في محافظة المهرة في منطقة الغيضة مثلا التكافل الاجتماعي بعض المنظمات الموجودة، تم إخلاء عدة إسر موجودة، وطبعا حوالي 300 إسرة من عدة مواقع السيول طبعا كانوا نازحين في منطقة شيحوت، وكذلك بالنسبة لإيصال المساعدات كانت الاستجابة السريعة من برنامج الغذاء العالمي، أرسل 1100 طن إلى محافظة سقطرى قبل حدوث الإعصار، ووصلت إلى داخل محافظة المهرة. طبعا للأسف الشديد السيول فكانت مقطوعة، حوالي 300 سلة تحتوي على طبعا مواد غذائية ومواد شخصية، وكذلك مركز الملك سلمان بعد حوالي في حدود 1500 سلة، وعدة منظمات موجودة، لكن للأسف الشديد لحد الآن المعلومات اللي تصل إلينا إن لا زالت الطريق مقطوعة، ونحن اجتماعنا اليوم مع المنظمات الدولية بأن نحن نرتب إرسال طائرات لإرسالها لداخل الغيضة، فكان البداية إن احنا أسسنا أن تكون توصل إليها أولا طائرة هليكوبتر، كان من بداية اليوم الباكر كان طائرة كان أمس كان يفترض أنها تشتغل لأخذ العالقين في عدة مناطق، لكن للأسف كانت الجو ما يسمح لك، اليوم بدأت عملية أخذ العالقين. هذا هو الهم قبل عملية الإغاثة أستاذ جمال، أن تكون هناك عملية إغاثة عاجلة لإنقاذ العالقين. طبعا أرسلت طبعا 4 شاحنات من خلال منظمة الصحة العالمية لمستشفى الشحر وعزان، وكذلك في أحور، كذلك وصلت الى محافظه حضرموت في فريق راح الى ان توصل الى محافظه الغيضه فريق من منظمه هاد للمسح وارسال لنا تقارير بما تحتاج الاغاثه. طبعا الان قبل شويه وصلت لنا من عمليات المشتركه في محافظه المهره بانها تحتاج حدود 8000 سله غذاء الى جانب بطانيات، وتم ارسلت نطلع بطانيات وخيم 100 خيمه من مركز الملك سلمان، وحوالي 1500 بطانيه و200 حصير. طبعا في جهود كثيره نتواصل لحد الان احنا في تواصل مستمر، سواء كان بغرفه العمليات في المهره او سواء كان غرفه العمليات في محافظه حضرموت. نعم، هل هناك يعني هذا ما كنت سأسألك حوله أستاذ جمال، هل هناك غرفة عمليات أو خلية أزمة لنقل مشتركة من كافة الجهات للتعامل مع تداعيات هذا الإعصار؟ طبعا موجودة خلية مشتركة، ونحن من لنا من 14 أكتوبر
بداية الأصار لحد الآن احنا مجتمعين باستمرار، واليوم تم اجتماع مكثف لجميع المنظمات الدولية وحضرها المنسق أو هو مدير الأوتشا السيد أندريا، وكذلك الأخ مختار اللي هو مسؤول المنظمات الغير حكومية في الأمم المتحدة، إلى جانب التخطيط وإلى جانب وكيل محافظة المهرة. وهذا من أجل احنا الوقوف أمام ما يعني التداعيات الأزمة وما يقدر احنا نقدر نساعدهم فيها. فأول ما تنفتح الطرق، طبعا احنا الآن احنا نحاول إيصال إغاثات عن طريق مطار الغيضة، نفس الطائرة التي تعمل بعملية الإخلاء هي ممكن ترسل إليها الإغاثات. نحن تواصلنا مع محافظة حضرموت إن ممكن تكون نقدر نسعفهم في بعض المواد الغذائية وبعض الأمور الوائية بشكل عام والأدوية التي قد يحتاجوها في المرحلة القادمة. نعم، طيب هل تم إخلاء كل العالقين لحد الآن؟ طبعا لحد الان الاحصائيات الان منتظرينها باللحظه القادمه، وانما يعني حسب الاحصائيات اللي موجوده معنا في حوالي تقريبا حالتين وفاه، وانما ال 800 اسره اللي هي لحد الان هي يعني تم ايواءها في محافظه في مديريه الغيضه. نعم. وتم ارسالها من منطقه امنه بحيث انها يمكن 100 اسره الان تم استهدافهم بمواد غذائيه وبمواد ايوائيه. نعم، الأبرز المناطق أو المديريات التي عانت كثيرا من جراء هذا أو تداعيات هذا العصر. طبعا هي المناطق أكثرها هي سيحوت والغيضة في نفس اللي هي أكثر المناطق التي تضررت، والذي هي عدد حوالي تقريبا عدد سكانها اللي هي 80,000 نسمة، اللي عدد سكان المديرية محافظة المنطقة المتضررة حوالي 130,000 نسمة. طبعا وطبعا عندما تفتتح الأجواء بشكل كبير شيء طبيعي ستوصل إليهم الطائرات، لكن نحن بالنسبة لنا عندما تبعد آثار الأعصار سوف تفتح الطريق، ونحاول نحن نوصل إليهم بالطريق البر سيكون أسهل بكميات أكبر. نعم، هل خفت الآن حدة هذا الإعصار؟ يعني السيول ما تزال متدفقة أم توقفت؟ نريد أن نتعرف على هذا. بالنسبة للأجواء هي طبعا يعني اللي كانت أمس لا تستطيع الطيران، لكن اليوم الطيران بدأ يحلق وبدأ ينزل في مطار الغيضة. نعم. لكن لحد الآن الأمور ممكن تتسهل أكثر لأن بدأت خفت عملية الأمطار والمنخفض الجوي، لكن إن شاء الله بحيث الفترة القادمة الساعات القادمة عندما توجد أي عملية فتح الطرقات ستتكثف العملية، لأن جميع المنظمات الآن هي في حبة الاستعداد لمساعدة اليمن. كذلك لا ننسى مركز الملك سلمان الذي قدم مساعدات للأحمر الإماراتي اللي هو دائما هو الآن بعد استعداد الوصول إلى منطقة الغيضة عن طريق البر. نعم، طيب هل لديكم معلومات عن توجه هذه الإعصار؟ هل سيتوجه إلى مناطق أخرى أم سيبتعد عن السواحل اليمنية؟ هم في احتمال يوصل لسواحل حضرموت، لكن لحد الآن ما لا توصل آثارها، بدأت آثار بسيطة لكن لحد الآن ما في آثار كثير. لكن في اتصلنا بالصباح اليوم تواصلنا مع وكيل محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش، وطريقة وكذلك عملية المحافظة أرقامها موجودة معنا باستمرة، بأنها 6 مراكز هي تحتاج لعملية الإخلاء وعملية التكثيف في عملية إذا حصل أي طائر في المستقبل. نعم، طيب يعني كما تحدثنا في مستهل هذه الحلقة بأن يعني أحد محاور هذه الحلقة بأن دور الحكومة بقيادتها الجديدة في مواجهة هذه الأزمة كاختبار حقيقي وتحدي لها في أول تعيين لهذه القيادة، كيف تصف ذلك وأنت أحد أعضاء هذه الحكومة كمستشار لوزارة الإدارة المحلية؟ والله الحقيقة هي اهتمام الحكومة من الوهلة الأولى. طبعا الأمانة العامة الأستاذ حسين منصور كان من يومين في مندوب موجود مستمر فيه من خلال اللقاءات الموجودة، ونحن الآن عملنا تقريبا عملية تواصل مستمر بيننا وما بينهم في عملية أي طارئ جديد، ومعلومات أول بأول توصل إلينا والتقارير توصل أول نبعثها للحكومة مباشرة من خلال الأمانة العامة لرئاسة الوزراء أو من خلال بعض وزير الإدارة المحلية اللي هو مهتم بشكل كبير، وتعليماته مباشرة يعني أول بأول تصل إليها كمعلومات وهو يوصل إلينا باستمرار يتواصل معنا في كل لحظة. نعم، إذن الأستاذ جمال بلفقيه المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن ومستشار وزارة الإدارة المحلية، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا الكرام، وينضم معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ رمزي محروس، محافظ محافظة سقطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة المحافظ. مرحبا أخي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعادة المحافظ، هل محافظة سقطرة تأثرت جراء هذا الإعصار أم أن محافظة المهرة هي الوحيدة لحد الآن التي ما تزال متأثرة تأثيرا حقيقيا جراء تداعيات وتأثير هذا الإعصار؟ طبعا أخي، محافظة سقطرة الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى لم تتعرض لتأثيرات الإعصار، لكننا نحن في السلطة المحلية بناء على توجيهات فخامة الرئيس وتوجيهات رئيس الوزراء عملنا الاحتياطات الواجبة واللازمة خلال الأيام السابقة من حدوث الإعصار، والإمكانيات المتاحة في سقطرة، وقسمنا المحافظة إلى 5 مربعات لإيجاد وسائل إنقاذ ووسائل اتصال حتى نتواصل مع الناس، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى لم تتعرض المحافظة إلى هذا الإعصار، إعصار لبان، ولكننا قلوبنا مع إخواننا في محافظة المهرة التي تعرضت لهذا الإعصار ولفيضان كبير وكمية كبيرة من المياه، ولا تزال إلى الآن هناك أسر وناس عالقين، ولا تزال فرق الإنقاذ قائمة وتستمر في هذه المحافظة. نعم. طيب ساعة المحافظ، يعني محافظة سقطرة لها يعني لها تجارب سابقة مع الأعاصير ومع الكوارث الطبيعية، هل اتخذتم كل التدابير، وأنت أسلفت في هذا المجال بأنكم اتخذتم تدابير معينة في هذا الإطار، ما هي أهم التدابير التي يمكن اتخاذها لتفادي أضرار مثل هكذا أعاصير؟ أخي أنت تعرف أن هذه العاصفة طبيعية، ونحن الآن لا نتكلم عن أننا في مقدرة على التفادي، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، لكننا نعمل التخفيف من حدتها على الأقل. التخفيف من حدتها هي نعمل على أولا إيجاد وسائل اتصال بين المناطق المقطوعة التي نتوقع أن الطرق تنقطع عنها مثل ما انقطعت في الفترة السابقة، نعمل فرق إنقاذ من سيارة إسعاف وفرق إنقاذ من المتطوعين من أبناء المحافظة، ونقل الأهالي الذين هم على السواحل إلى مناطق آمنة أكثر أمانا من المناطق اللي هم لا يزالوا فيها. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى نحن لنا تجارب سابقة في 3 أعاصير سابقة، اللي هو ماكونا وتشابالا وميج. نعم. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم نحن لم نتعرض إلى هذه الإعصار، لكننا دائما نقول إن الإعصارات تحتاج إلى إمكانيات واضحة، وتحتاج إلى جهة خاصة تدير هذه العاصفة في هذه المحافظات، في المحافظات الشرقية. طيب ما هي هذه الإمكانيات، وكيف يمكن تشكيل هذه الإدارة الخاصة برأيك حتى يمكن الاستفادة منها؟ أعتقد أن الإمكانيات هي تحتاج إلى إمكانيات واضحة، أدوات وسائل النقل ووسائل اتصالات، مآوي خاصة لإيجاد نقل الناس الذي متوقع أن يتعرضوا للإعصار، إيجاد فرش وبطانيات ومواد غذائية قبل وصول للإعصار، يعني تفادي الإعصار. نحن لا نقول أننا نتفادي وقوع، لكن نتفادي الخسائر ونتفادي وقوع من الكوارث، من خسائر الأرواح والمادية التي تعرض لها المواطنين. هذا هو اللي نحن نحتاجه، وستكون هناك رؤية لعرض على الحكومة وعلى فخامة الرئيس إنشاء هي أو إنشاء مكون يدير هذه، لأن نحن الآن متوقعين في كل السنوات القادمة وفي كل الأشهر معرضين إلى أكثر من إعصار، يعني خلال 4 سنوات الآن 4 عاصير، ولا يزال فيها عاصفة تتكون في المحيط الهندي إلى هذه الساعة. نعم. طيب هل ممكن أن تكون جزيرة سقطرة أو أرخبيل سقطرة كمركز لقياس وكمركز يعني لدراسة واستشعار مثل هذه الأعاصير، وبالتالي الاستفادة من، يعني على الأقل كما تحدثت، كيف يمكن إدارة مثل هكذا عصير أو التخفيف من حدتها وتشكيل إدارة معينة لتفادي أضرارها؟ نعم نعم أخي، نحن عرضنا على مجلس الوزراء في الجلسة السابقة لإيجاد مركز تنبؤ قبلي. نعم. للعاصير في محافظة سقطرة، ونحن الآن على إيجاد دراسة لهذا المشروع حتى نستطيع التنبؤ وتحذير الأهالي.
سواء في محافظة أرخبيل سقطرى أو المحافظات الشرقية التي متوقع أن تتعرض لمثل هذه الأعاصير، ولابد أن تكون هناك لجنة فنية واضحة من هذه المحافظات تكون مركزها في سقطرى. بالتأكيد لأن المكان الأنسب والمناسب لمثل هكذا مركز. طبعا هي تكون محافظة أرخبيل سقطرى والمحافظات الشرقية التي هي أقرب من البحر العربي، يعني في حضرموت أو في المهرة، يعني هذه المناطق تعتبر هي أقرب لهذه للبحر العربي، وهي أكثر المناطق تعرضا لهذه الأعصارات التي تحدث بين كل فترة معينة من الزمن. نعم، تحدث طبعا قبل قليل الأستاذ جمال بلفقي بأن الطائرات الإغاثة تنطلق من محافظة سقطرى، وهذا شيء جميل أن تكون هذه المحافظة منطلق للإغاثة إلى محافظة المهرة أو إلى أي محافظة أخرى تتعرض لهذه الأضرار جراء هذا الإعصار. طبعا أخي سقطرى هي محافظة جزء من المحافظات، ولابد أن تقوم بما تستطيع، لكننا الطائرات هي طيران التحالف، طيران المملكة العربية السعودية حاليا هي التي تقوم بعملية إيجاد وسائل التواصل معها، وهي التي تقوم بعملية إيصال المواد الإغاثية ودول أخرى، وكذلك نحن في اللجنة الإغاثية العليا توصل هذه الإغاثات إلى محافظة المهرة. محافظة المهرة اليوم تعرضت لكارثة كبيرة، لابد كل المحافظات والدول المجاورة أن تقوم وأن تساند هذه المحافظة المنكوبة كما تم إعلانها أنها محافظة منكوبة إلى الآن. نعم، إذن الأستاذ رمزي محروس محافظة سقطرى، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وينضم معنا الآن عبر الهاتف المهندس بليغ غالب، خبير ورئيس فريق تقييم الأزمات. أستاذ بليغ، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي. مهندس بليغ، نبدأ معك من حيث اهتمامك كرئيس لفريق تقييم الأزمات، كيف تصف لنا هذه الأزمة وهذا الإعصار الذي خلف أضرارا كبيرة في محافظة المهرة؟ في الفترة الأخيرة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بدأت تزداد أو تتعدد الإعصارات المدارية في جنوب الجزيرة العربية. ويعتبر هذا ثالث إعصار مداري يضرب مناطق يمنية خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي كانت نتائجه بالرغم من وجود إنذار مبكر تم الإبلاغ أو وصل إلى أمر الحكومة ووصل إلى المجتمع، كانت تجاوب إلى حد ما بحسب الإمكانيات البسيطة التي توفرت لدى السلطة المحلية، وبحكم أن منظمات المجتمع المدني تواجدها يعتبر ضعيف في المحافظة، بذلت كثير من الجهد ولكن لا تستطيع أن تواجه حجم الكارثة التي تسببت بها الإعصار المداري وما تلاه من منخفض جوي وهطول أمطار غزيرة التي وصل ارتفاعها إلى ما يعادل 266 مليمتر. أدى هذا إلى ارتفاع كبير في مستوى المياه وجرف الأراضي الزراعية وتأثر ما يزيد عن 150 منزل، والنقل أو إخلاء ما يزيد عن 2000 أسرة، ولازالت كان عشرات الأسر العالقة. بدأت الطيران القتال الخاص بالقوات المسلحة بإجلاء بعضهم، لكن بشكل عام تعتبر الكارثة التي ضربت منطقة المهرة حاليا من أسوأ الكوارث التي مرت بها المحافظة، والتي أثرت بشكل كبير على البنية التحتية وعلى المواطنين. نعم، الحمد لله، يعني لم تكن هناك أي وفاة لحد الآن، ليس كذلك؟ يعني هناك من يقول بأن لا أدري من صحة هذه المعلومات بأن هناك وفاة، يعني حالة وفاة، حالتين وفاة أو أربعة، وهناك يقول من يقول بأن ليس هناك أي حالة وفاة وإنما فقدان فقط لحد الآن. لكي نكون واضحين وصادقين مع المجتمع ومع انفسنا،
تم انقطاع الاتصالات بشكل كامل عن المحافظة. نعم. المعلومات التي تصلنا متضاربة، لم يتم التحقق من مدى مصداقيتها ومدى مطابقتها للواقع. نعم. طيب يعني بالأمس أنا أشاهد إحدى القنوات، شاهدت بأن في جنوب فرنسا وفاة 13 شخص جراء أحد الفيضانات، يعني فقلت هذا في فرنسا، فما بالك في 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 اليمن؟ يعني هناك إرادة الله سبحانه وتعالى، أحيانا تكون هناك وفيات وهناك يعني إرادة من الله سبحانه وتعالى لا تكون هناك أي وفاة من هذه الوفيات سوى الأضرار المادية التي تخلفها هذه الأعاصير. هل السؤال أستاذ بليغ، هل بالإمكان أن تكون إذا يعني إذا كانت هناك يعني جهود سابقة أو إخلاء سابق كما بعض نشاهد في بعض البلدان من إخلاء لهذه المناطق المتوقع أن نصل إليها الفيضانات، هل ممكن أن تخفف أو تحد من تأثير هذه الأعاصير وأنت تعمل في إحدى الفرق الخاصة بتقييم الأزمات؟ بالفعل أخي، لابد من دراسة مسبقة أو تخطيط إدارة الأزمة أو تخطيط لإدارة الكارثة. لابد من تحديد مناطق سلامة أو مناطق تعتبر يعني بما يقاس أو بما يناظر المناطق الخضراء أو المناطق التي تكون بعيدة عن أو التي قد يكون تأثير العاصفة الكوارث عليها أقل، بحيث يتم إخلاء المواطنين والأهالي قبل وقوع الحادثة بما لا يقل من 24 إلى 48 ساعة. يكون قد تم هناك إخلاء تام، بحيث أننا نضمن بأنه عدم سقوط أي ضحايا أو إصابات قدر الإمكان. لكن مهما كان، لأنه الكوارث الطبيعية بالذات لا يمكن السيطرة عليها، ولكن لابد من وضع احترازات يتم العمل عليها، وذلك من خلال أو من العمل على تأهيل المنظمات المتواجدة في المحافظات لكيفية التعامل مع الكوارث والأزمات المشابهة، وسرعة الاستجابة من المنظمات الدولية والمانحين في توفير احتياجاتهم لتنفيذ تلك الاحترازات. نعم. طيب تحدثت الآن عن تأهيل المنظمات ودورها في كيفية التعامل مع مثل هذه الأزمات. السؤال يعني مهندس بليغ، كيف تقيم لحد الآن تعامل هذه المنظمات مع ما يعانيه أبناء المهرة من هذا الإعصار؟ كانت استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سباقة في توفير مجموعة عدد لا بأس به من الخيام والمواد الغذائية، ولكن بحجم الكارثة يظل الاحتياج أعلى وأكثر مما قدم لحد الآن، وندعوهم لذلك ونطلق من عبر قناة عدن الفضائية نداء إلى جميع المانحين بسرعة إغاثة والأهالي المكونين في مناطق المهرة. هذا بدرجة أولى. المنظمات الدولية كان تجاوبها لم تتضح الرؤية حتى الآن في سرعة تجاوب المنظمات الدولية حول الموضوع، ولكن كان تجاوب المنظمات المحلية المتواجدة في داخل المحافظة يشكروا على ما قدموا قياسا بما يمتلكه من إمكانيات، وكذلك نشكر اللجان المجتمعية التي عملت على مساعدة المنظمات والسلطة المحلية في محافظة المهرة في التخفيف من آثار الكارثة. نعم. طيب سؤال أخير، ما يعني كيف تتوجه إلى هذه المنظمات الدولية سواء أو المحلية بأن تقوم بدورها الأكبر في هذه المعاناة، وهل تتوقع أيضا أن يتوجه هذا الإعصار إلى محافظات أخرى؟ هل ما يشير إلى ذلك؟ أتوقع أن تكون هناك نعم. هل ما يشير إلى أن هذا الإعصار أيضا سوف يتوجه إلى محافظة أخرى؟ هل سوف يكون أيضا بنفس الحدة أم بأقل درجة ما واجهته محافظة المهرة؟ لا، بشكل عام الإعصار المداري قد انتهى بشكل تام، وما هو موجود حاليا هو منخفض جوي سيأخذ وقته إلى أن تنتهي أو تتوقف المنخفض الجوي وتتوقف الأمطار الناتجة عن السحب الركامية التي رافقت تحرك الإعصار المداري. نعم. لكن بشكل عام حدة الإعصار المداري قد انتهت في الحد الآن، وما يحدث الآن هي الآثار الغير مباشرة للإعصار المداري الذي انتهى.
نعم. إذن المهندس بليغ غالب خبير ورئيس فريق تقييم الأزمات، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام ينضم معنا الآن، تحياتي لك ولجميع المشاهدين. شكرا، شكرا جزيلا لك. وينضم معنا الآن الأستاذ فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ فيصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ فيصل، حدث بالأمس تغيير وزاري، أو لا نقول تغيير وزاري وإنما تغيير قيادة الحكومة. اليوم توجه رئيس الوزراء إلى محافظة المهرة، كيف تنظر إلى يعني كون هذه الأزمة أو هذه الفيضانات التي تضرب السواحل الجنوبية اليمن لا سيما محافظة المهرة، وأهمية يعني أن تكون هذا كاختبار حقيقي لجهود دور الحكومة في أول عمل لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في اعتقادي أن الجدل الذي صاحب تعيين الدكتور معين عبد الملك في رئاسة الحكومة غير مسبوق. ومعظم هذا الجدل مرتبط بتطلعات الناس إلى أداء متميز للحكومة، وفي اعتقادي أن الدكتور معين رجل حقق إنجازات سابقة ولهذا لديه عشق الإنجاز، وسيعمل على تحقيق إنجازات الحكومة، ووجوده اليوم في محافظة المهرة هو دليل على هذا الحس، وعلى أن الرجل يعني منجز. طبعا في يعني دائما ما تختبر الحكومات في الكوارث والأزمات، ومثل هذه الكارثة التي حصلت في محافظة المهرة يعني هي مبرر منطقي وواعي جدا أن الحكومة تفقد أو تغير يعني عندما تعجز في احتواء أو مواجهة كارثة من هذا النوع، خاصة وأنه كان الحديث مطروح منذ فترة بأنه ستكون هناك عاصفة مدارية، ووجدنا في الأخير أن الحكومة كان دورها فقط مجرد إعلان المحافظة منكوبة، ويعني وكأنه إعلان براءة ذمة. نعم. وما هو الدور المتوقع الذي يفترض أن تقوم به الحكومة؟ وأنت أشرت إلى أنها يعني قامت بدور ليس بالدور الذي يجب أن تطلع به الحكومة. يعني كان مفترض أنه مثلا تجهيز فرق إنقاذ مزودة بطيران، عندنا طيران عمودي في القاعدة يعني في المنطقة العسكرية الأولى وفي قاعدة العند، ومن المتوقع أنه سيتم هناك عزل مجاميع من السكان يعني بسبب العاصفة المدارية، ونحتاج إلى وجود هذا الطيران. أشياء عوامل أخرى يعني مثلا السلطة المحلية، أفاد الأخ المحافظ في لقاءاته التلفزيونية وكذا بأنه يعني قاعد السنجد ولم يتلقى أي استجابة بحجم ومستوى الكارثة التي ضربت المحافظة. نعم، يعني كان المتوقع منها أن يكون كبيرا. طيب ننتقل لموضوع آخر أستاذ فيصل، أهمية أن تكون هناك إدارة أو خلية لإدارة مثل هذه الأزمات والكوارث الطبيعية، لا سيما وأن بلادنا تعرضت للعديد من الأعاصير وآخرها إعصار لبان، يعني أهمية أن تكون هناك وحدة كما أشار إلينا أيضا محافظ سقطرة بأن تكون هناك يكون هناك مركز لدراسات مثل هكذا عصير والتنبؤ بها. هذا طبيعي جدا، يعني كنت أنا أريد أن أتطرق إلى هذا الجانب حتى لو لم تسألني عليه. جميل. لابد أن يكون لدينا مركز أبحاث دائم ومركز طوارئ دائم. يعني أنا أضرب مثال مع الفارق، اليابان وهي بلد معرض للزلازل توصلوا إلى أبحاث علمية يعني يخضعوا طبيعة البناء لمواجهة الزلازل. يعني الآن المباني في اليابان قادرة أن تمتص زلزال بقوة بمقياس 6 أو 7 على مقياس ريختر. ولهذا نحن لا طبعا دائما تتكرر هذه الأعاصير ومثل هذه العواصف، فلابد أولا أن يكون لدينا دراسة يعني لتحديد
أين تتجه الأضرار التي تنتج عن هذه الأعاصير حتى نستطيع أن نمنع الناس من البناء في هذه الأماكن، أن نوجد مثلا بنية تحتية قادرة على امتصاص آثار هذه الكوارث، وأيضا من ثم أن يكون هناك مركز دائم يتعاطى مع هذه بشكل جدي وبشكل يعني ما يقلل من حجم الكوارث التي نتعرض لها. نعم. طيب يعني نحن في قناة عدن أحد أقطاب الإعلام الرسمي، وأنت مستشار أيضا لوزير الإعلام، كيف تقيم الإعلام الرسمي وتعامله في سواء في هذه الأزمة أو هذا الإعصار الأخير أو مختلف الكوارث الطبيعية التي تواجه بلادنا بهذا الشأن؟ أنا تحدثت أمس لإحدى القنوات إنه نحن في يعني بعد في نتيجة ظروف الانقلاب على السلطة، وكان يعني بدرجة أساسية أن يعني كان استهداف الإعلام بشكل مباشر. نحن وأنت أعرف كزميل أن القنوات الآن سواء قناة عدن أو قناة اليمن تدار القناة كاملها بأقل من فريق برنامج في الظروف الطبيعية. لهذا من ينتقدون لماذا لم نتواجد بشكل مبكر في منطقة الكوارث؟ نعم، ولماذا لم نكن هناك لنصل هذه الصورة للعالم حتى تكون هناك استجابة واقعية؟ كثير من التساؤلات تدار حول هذا الجانب أيضا. نعم، أنا قلت يعني إنه لا توجد لدى وزارة الإعلام أو لدى أي قناة من القنوات أي ميزان يتمكنها من الحركة في مثل هذا النوع. صحيح. يعني نحن نعتمد كل اعتمادتنا على إمكانية السلطة المحلية، والسلطة المحلية ليست لديها تقريبا إمكانية متكاملة في هذا الجانب. قد يكون هناك مراسل، لكن مثل هذه الحالة تحتاج إلى إمكانيات استثنائية. يعني مثلا يحتاج أنه يكون في هناك تصوير جوي بمروحيات بكذا، فإذا لم توجد مروحيات لإنقاذ الناس العالقين للأرواح فكيف ستتوفر للإعلام؟ نعم. فهذه لابد أن تكون ضمن استراتيجية متكاملة للدولة في هذه المناطق. نعم. إذن الأستاذ فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام، شكرا جزيلا لك. شكرا أخي. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ولابد يعني في نهاية هذه الحلقة نشير إلى أن يكون للحكومة دور كبير في تكثيف جهودها. يعني هذا يعد اختبار حقيقي لهذه الحكومة بقيادتها الجديدة، وكذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية الدولية، وقبلهم كما أشرت الحكومة. يعني يجب أن يكون هناك تحرك فوري لإنقاذ إخواننا في المهرة، وما زال هناك بعض العالقين وبعض المناطق التي انقطع عنها الاتصالات كما أشار أحد الضيوف. لابد أن تكون هناك إدارة لمثل هكذا أزمات طبيعية، وحتى يمكن الحد من آثارها. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونلقاكم في برامج أخرى إن شاء الله تعالى. حتى ذلك من الحين، في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.